أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم معانا وحلقة جديدة ولمتنا الحلوة. في لمتنا الحلوة النهاردة معايا نور ودينا. أهلا يا نور. أهلا أهلا يا مها، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ محلوين وزي الأمارات؟ كله تمام حبيبي. الحمد لله يا حبايبي. طيب إحنا النهاردة طبعا أكيد بنتكلم على مواضيعنا دايما مواضيع اجتماعية، مواضيع بتمس الأسرة المصرية. بلا شك إن كلنا في الفترة الأخيرة كم يوم الأخرانيين دول كان حديثنا على طول على مواقع التواصل الاجتماعي ما بيننا وبين بعض عن موضوع طفل المرور. الموضوع ده فتح لنا باب ان احنا نتكلم النهارده. انا مش هجيب سيره الموضوع، الموضوع في تحقيقات مش قضيتي خالص، بس هو فكرنا ان احنا نتكلم عن مسؤوليتنا كاباء وامهات تجاه اولادنا. برضو انا مش عايزه اربط ابدا ما بين اي كلام هنقوله في الحلقه وما بين الموضوع ده، بس هو فكرنا ان احنا لازم نتكلم عن الموضوع ده. هل ممكن نكون ان احنا ساعات بندلع ولادنا زياده للدرجه اللي ممكن تضرهم واحنا مش واخدين بالنا؟ واحنا اكيد مش قاصدين، لان احنا اكيد عايزين نطلع جيل كويس وجيل احسن مننا. كل اب وكل ام بيفكروا في كده، بس هل احنا مثلا ممكن يكون ولادنا بتتعامل بسلوكيات مع اصحابها او في المدرسه مع زمايلها بشكل احنا مش ممكن نكون متوقعينه؟ كتير مننا جدا دايما بيدافع عن ولاده ودايما يقول لا انا ولادي ما يعملوش كده، انا بنتي ما تعملش كده، انا ابني ما يعملش كده. الواقع ان هو بيعمل كده بس احنا ما نعرفش ان هو بيعمل كده، فلازم ناخد بالنا جدا ولازم نتناقش في الحلقه دي في الموضوع ده. الموضوع ده مهم جدا 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 يا جماعه. ايه رايكم يا بنات في القصه دي؟ والله هو الموضوع فعلا موضوع شائك ومتعب جدا. يعني تقريبا ناس كتير قوي كانت يعني عماله تقول الله يكون في عون الاب والام للولد ده. ليه بقى؟ احنا مش بنتكلم عن الولد نفسه، احنا بنتكلم عن السلوك اللي صدر والحاجات اللي احنا شفناها واللي ممكن بعد الشر نشوفها في حد من ولادنا بعد كده لو احنا ما اهتمناش. انا شايفه انه الاب والام فعلا ممكن يكونوا راعوا الولد جدا جدا، او عموما اي طفل بيتراعى وبياخد حب وبياخد حنان وبياخد اهتمام، بس ممكن يزيد عن حده لدرجه انه يتقلب لضده والولد ما يبقاش عنده كاسر او كبير او ما يحسش بقيمه الحاجات اللي حواليه والناس اللي حواليه. مش عارف الفرق ما بين الكبير والصغير، مش عارف الفرق ما بين مين بيحمينا ومين ضدنا مثلا، فبيعمل حركات مش كويسة والواحد في الآخر بيتفاجئ إن ابنه بتطلع منه الحاجات دي. زي ما أنتي قلتي بالظبط يا مها ويا دينا، لأنه برضو يعني أنا عندي ابني في حاجات فعلا بتحصل اللي هو أنا مش مصدقة إنه ممكن يكون عملها، بس بدور بقى حصلت ليه وايه اللي خلاه، طب شربها منين او اتعلمها منين، لانه الكلام ده قدامي في البيت ما عنديش. فازاي يعني انا بدي مثل، فازاي انا اقعد ادور ورا ابني واشوف ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتاثر عليه واحاول ابعد عنها واديله في نفس الوقت انا جرعه تربيه. التربيه بالزبط. مش محتاجه دلع على فكره. بالظبط. التربيه ضروري جدا ان انا اربي الولد من هو صغير ان الكبير ليه احترام، الكبير ده اكبر مني، مش وات ايفر ضابط او امين شرطه او مين، حتى لو بواب بجد. اتعود ان طفلي بجد يحترم اللي اكبر منه الكبير، ما يقدرش يرد عليه، ما يقدرش يكلمه بالطريقه اللي احنا شفناها في الفيديو كلها دي، بجد حاجه صعبه جدا. عموما هل السلوكيات او هل اضطراب السلوك، ما هو دي حالات بنسميها اضطراب سلوك، ان انا ولادي بيعملوا سلوك منافي للعادي وفي الاخر انا مش متخيل ان ده بيحصل، فازاي انتبه لده؟ ازاي ان احنا نراقب ولادنا فعلا وناخد بالنا ونشوف اصحابهم؟ يا جماعه احنا دايما حتى بنقول في المخدرات وفي بدايه المخدرات اللي هي السجاير ودايما بالزبط. بتحصل في سن المراهقه، اول حاجه بنقول ايه؟ اصحاب السوق وصاحب ساحب للاسف. وصاحبه يقول له طب جرب دي، طب اعمل مش عارفه ايه. فان انا اعرف ابني كويس او بنتي كويس وان انا اعرف اصحابها من الجنسين، لازم اعرف هي فين بتروح، فين تقابلهم، فين بيخرجوا يعملوا ايه، في اماكن عامه شكلها ايه، الوسط المحيط بيهم، احاول اشوف طريقه هزارهم مع بعض. دي كلها بتدي مؤشرات لايه اللي ممكن يطلع من الولاد في الحاله دي. لان في مرحله سنيه بتبقى صعبه جدا اللي هم بيقتبسوا من بعض اي حاجه. يعني هو حتى لو متربي في البيت كويس بس اصحابه اخلاقهم بيتكلموا بطريقه تانية مع الكبير، ممكن بيشربوا سجاير. بالظبط. توصل لكده بيقلدوا بيقولوا له انت خايف من ايه؟ انت 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 مثلا انت مش راجل، فيستفزوا. انت مش راجل دي يدخل في استفزاز، فايه فيقول لهم لا انا هثبت لكم ان انا راجل، ايه انت خايف من مامي؟ انت
على فكره بيستفزهم بكده، ودي بقى الكارثه بجد. مصيبه ان الطفل هو لسه لحد دلوقتي طفل، يعني هنقول لحد 15 سنه طفل. فانه الطفل فكره انه راجل ومش راجل واعمل علشان يثبت، وعيال تانية تعمل قدامه حاجات علشان تثبت ان هم ارجل منه واشجع منه، دي مصيبه سودة. الفكره بقى عندك يا مها دلوقتي، لما انت قلتي ان احنا محتاجين ان احنا نراقب ولادنا، مش نراقبهم اللي هو ننتبه ليهم، ازاي هي الفكره في ازاي انا ازاي اعرف ابني او بنتي بيخرج مع مين وبيعملوا ايه، بيعملوا ايه وبيتكلموا مع بعض ازاي دي، ولو انا ابني ما بيحكيش بالتفصيل مثلا، او في حاجات بيحكيها وفي حاجات بيفصل، انت ازاي بقى تخليه يقول اللي مش مفروض؟ طب احنا معانا دكتور محمد حموده استشاري الطب النفسي، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. دكتور احنا الموضوع مهم جدا جدا، والموضوع يعني بيلمس مع كل البيوت في مصر، وكلنا عندنا ابناء، وكلنا عندنا ابناء في مختلف المراحل العمريه. ازاي ممكن نعرف اذا كان ولادنا عندهم اضطراب سلوكي، وايه يكون تصرفنا معاهم لما نحس بحاجه مش عاديه؟ طيب هو احنا لازم ناخد بالنا انه اضطراب السلوك ليه مقدمات، يعني هو الولد مش تاني يوم الصبح بقى عنده سلوكيات مضطربه وبدا ينتهك حقوق الاخرين وينتهك القوانين، لا ده الموضوع بيبقى بادئ من بدري، واغلب الاطفال دول بيبقى الموضوع بادئ معاهم باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه. بيبدا معاهم الموضوع بالاضطراب بتاع نقص الانتباه وفرط الحركه ده، فتبقى الاطفال دول حركتهم كتيره ومندفعين في التصرفات. وبعدين يعني ساعات بنقول على فرط الحركه ده يا دكتور ان هو ده ذكاء، ده هو عشان شقي وفرط حركه فده ذكاء، يعني اضطراب السلوك ملوش علاقه بالذكاء، لانه في اطفال كتير عندهم اضطراب سلوك واذكياء. أيوة. الموضوع ملوش علاقه. لا انا قصدي ترجمه الاهل دايما للفرط الحركه ان هو الطفل ده شقي بس هو ذكي زياده، تلاقيه عايز يتعرف على الدنيا اكتر، يعني هو ذكي بس عنده فرط حركه، يعني عنده مشكله. أيوة. الطفل ده بينتقل من مرحله فرط الحركه لمرحله ثانيه اسمها اضطراب العناد، فيبدا يعند ويبدا يرفض انه ينفعل للتعليمات، ويبدا يقرر ينتهك بعض القوانين البسيطه. لو ما تعالجش في المرحله دي ينتقل بعد كده للمرحله الثالثه اللي هي اسمها مرحله اضطراب السلوك، فيبدا بقى ينتهك قوانين كل حاجه، المدرسه، ويؤذي الحيوانات ويؤذي الناس، وما يحترمش حقوق حد وما يحترمش حريات حد، ويسرق ويكذب ويولع نار ويعمل كل حاجه وكل السلوكيات الممكنه السيئه. ايوه. عندنا بدايتين لاضطراب السلوك، لا بدايه مبكره قبل سن 10 سنين اللي هي بتبدا بفرط الحركه ونقص الانتباه، يا بدايه بعد سن ال 10 سنين ودي بتبدا اضطراب سلوك على طول، ما بيبقاش قبليها فرط حركه ونقص انتباه، ولكن بيبقى اضطراب سلوك على طول، وده بيبقى غالبا بسبب المحيطين والاسره. ايه بقى بيعملوا ايه غلط يا دكتور؟ التربيه نفسها بيبقى فيها مشكله كبيره، يعني الاب والام دول بيبقوا مش واخدين بالهم ان الطفل عنده مشاكل، سواء بدا من بدري زي فرط حركه ونقص الانتباه، او مشاكل سلوكيه مع الاخرين وبدات المشاكل دي تظهر، والطفل ده ممكن يكون بيحب يلفت الانتباه. يعني يكون جزء من اللي بيعمله لفت للانتباه، لانتباه اصدقائه او انتباه سنتر اوف تنشن، يبقى هو مركز او محور الاحداث، يعني الناس كلها هتبص عليه. بالظبط كده، بالظبط كده. وهو اول ما يبدا يلفت الانتباه فالطفل ده لازم نشخصه انه بيعاني من قله ثقه في النفس. فمش كل اللي عندهم اضطراب السلوك ثقتهم في نفسهم كويسه، بالعكس في بعض الاطفال اللي عندهم اضطراب سلوك ثقتهم في نفسهم ضعيفه جدا، وبيحاولوا يعملوا السلوكيات دي عشان يلفتوا الانتباه، عشان يزودوا ثقتهم بنفسهم. ممكن يكون دلع زياده يا دكتور؟ اكيد. ما هو احنا ما بناخدش موقف تجاه السلوكيات دي، فهو ده الدلع، مش في ان انا بدلعه بعمل اللي هو عايزه، لا ما باخدش موقف تجاه السلوكيات الغلط. اوكي. يعني تخيلي كده حضرتك، لو ربنا قال ما فيش جنه ونار والناس كلها تخش الجنه، حد هيلتزم بالسلوكيات؟ لا طبعا. هو كده بالظبط، فالاب والام ما بيطبقوش قانون وما بيقولوش ان في عقاب وثواب، فلان هم ما بيعملوش عقاب وثواب، فبتكون النتيجه بالظبط كده، فبتكون النتيجه ان الطفل بتضطرب سلوكياته ويعمل اللي هو عايزه، والطفل ده بيكمل بعد كده لما يعدي 18 سنه حاجه اسمها اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع. يعني ما بيقفش عند مرحله اضطراب السلوك، بيبقى عنده اضطراب شخصيه بعد كده. واكثر عرضه، دي الفئه الاكثر عرضه للدخول في المخدرات. كتير منهم بيشربوا مخدرات، والمخدرات بتزود اضطراب السلوك، يعني هو اضطراب السلوك خلاه يشرب مخدرات، وشربه للمخدرات زود اضطراب السلوك، فبدا يفقد الخوف خالص، بقى ما بقاش خايف من حاجه لانه المخدرات بتعمل له
خلل في الادراك والحكم على الامور هيبدا يعمل سلوكيات فيها انتهاك للاخرين اكتر، وهو مش بيفكر في العقاب خالص بقى. يعني مش بيعملها ما بيخافش زي ما كان الاول. هو في الحاله دي ما بيخافش يا دكتور، مش كده؟ بالظبط كده. الله ينور حضرتك. طيب التصرف ازاي يا دكتور؟ الطفل ده محتاج ان احنا نبدا معاه اول ما ناخد بالنا انه عنده فرط حركه ونقص انتباه بالعلاج، نروح لدكتور امراض نفسيه اطفال ومراهقين ونبدا معاه بالعلاج، وهيحتاج علاج دوائي وعلاج نفسي. وجلسات العلاج النفسي هتبقى جلسات تعديل سلوك، ومش لوحدها يعني. الطفل هيقعد في جلسه تعديل السلوك ساعه ساعتين، لكن مع الاب والام هو طول اليوم، فلازم الاب والام يكملوا اللي بيعمله الاخصائي او الدكتور. تمام. اللي الدكتور بيعمله في ساعه الاب والام بيبوظوه في بقيه اليوم. ده حقيقي، لان هما ما بيلتزموش باي سلوكيات وسيب الواد براحته. هما بيعملوا ده غالبا عشان يريحوا دماغهم من الزن بتاع الولد او من المشاكل بتاعه الولد. دي اللي هو عايزه، خلينا نخلص. ايوه للاسف بقى بعض الاطفال دول بيكون احساسهم انه انا كده كده الناس شايفاني وحش، فانا هكمل سلوك الوحش. يعني انا مش هتغير. اتغير ليه؟ ما الناس كلها شايفاني وحش كده كده، فهكمل في ده. او شايف ان وحشته دي مميزاه في وسط اصحابه، فبيبتدي يزود فيها اكتر كمان عشان ابقى انا الولد اللي فيهم. يعني بالظبط، عنده شخصيه. على فكره الاضطراب ده موجود في الصبيان وفي البنات، يعني هو مش بس موجود في الصبيان. أيوه. ده موجود. أيوه. في البنات، بس هو اشيع في الصبيان بنسبه 4 لـ1. بيظهر في البنات على شكل على شكل ازاي يا دكتور؟ او بتبقى سلوك البنات بيبقى عامل ازاي؟ لانه برضو عايزين نقول للامهات، لو البنات برضو من سن صغير وحته فرط الحركه دي، هل يعني لما الطفل بيبقى عنده فرط حركه ده بيبقى ذنبي انا كأم او كأب، ولا الطفل بيبقى يعني مولود هي طبيعته كده وانا لازم اقاوم بقى بعد كده؟ لا، هي طبيعه الطفل، لانه ده مرض وراثي بنسبه 70% هو وراثه. فالطفل بيبقى وارث الجينات دي من اهله غصب عنه، فعشان كده هو بيحتاج علاج دوائي، لانه لو ما خدش العلاج الدوائي في البدايه فرط الحركه هيستمر، وفرط الحركه هو اللي هيؤديه الى اضطراب السلوك. يعني هو لو الموضوع فرط حركه بس، فالعلاج الدوائي هيظبطه 100%. الطفل ده سلوكياته هتبقى كويسه بعد ما ياخد الدواء. لكن المشكله انه ما اتعالجش فرط الحركه، فدخل بعد كده في العناد، وبعد كده دخل في اضطراب السلوك. ساعتها في اضطراب السلوك الدواء مش هيجيب نتيجه غير في فرط الحركه، لان السلوكيات بقت جزء من طبيعه الشخص. فهنا احنا محتاجين علاج سلوكي، مش محتاجين بس علاج دوائي. عشان كده احنا بنقول من الاول لو طفلي عنده فرط حركه ونقص انتباه، ابدا ما استناش لما يوصل لمرحله اضطراب السلوك وقرر ان انا اعالجه في المرحله دي. لان يعني العلاج في المرحله دي بيكون صعب جدا. للاسف بعض الامهات بيستنوا لحد 18 سنه، يعني لما خلاص ما بقاش اضطراب سلوك، بقى اضطراب شخصيه مضاده للمجتمع. خلاص بقى اضطراب شخصيه مضاده للمجتمع تماما. جايه تقول لنا عايزين نغير شخصيته. صعب جدا تغيير الشخصيات، مش موضوع سهل، ده موضوع صعب. وعشان كده بنقول البدايه المبكره مهمه جدا، وان الاب والام لازم يبقوا واخدين بالهم من طفلهم ومن سلوكياته من الاول، ويبقى ليهم دور. وما فيش حاجه اسمها اصل التربيه الحديثه بتقول ما فيش عقاب، الكلام ده غلط. التربيه الحديثه بتقول في عقاب، بس بتقول في عقاب بدون اهانه للطفل. بدون عنف يعني. بالظبط. في فرق ما بين الاهانه وما بين العقاب. لكن الاباء والامهات فاهمين غلط للاسف، انه التربيه الحديثه بتقول مفيش عقاب، احنا مش هنعاقبه. لا طبعا. طب هربيه ازاي من غير عقاب؟ صح. يعني لو قلنا انه مفيش قانون في البلد، هو مين مش هيسرق ومين مش هيكذب ومين مش هيعمل كل الغلط؟ ما ينفعش. لازم عقاب. شكرا يا دكتور محمد قوي، الف شكر دكتور محمد حموده. الموضوع ده مهم قوي بقى، جزئيه ان ازاي نعاقب بدون عنف. اولا العنف هو اللي بيدمر شخصيه الطفل من صغره، بدايه كده من وهو صغير. اول ما ابتدي ان انا اتعامل مع الطفل بضرب واهانه وحاجه زي دي بجد، هو بيتاثر نفسيا جدا، بيبتدي بقى يتعامل مع المجتمع بصوره تانية خالص، مع اصحابه ومع اي حد بيتعامل معاه. هيبتدي الموضوع كمان في المدرسه، يعني ممكن مدرسه لو قال له مش عارفه ايه ممكن يزعق معاه. ممكن توصل، وصلت قبل كده المد الايدي على المدرسين. فالموضوع كده بجد صعب جدا. عنده قيمه يحترمها. بالظبط. ما فيش كبير، كلمه ما فيش كبير. بالظبط. دي كلمه كارثيه. زمان نقول اللي مالوش كبير بيشتري له كبير، دلوقتي بيبيعوا الكبار مش بيشتروهم للاسف. بالظبط. زمان التربيه الاولاد بجد بنشوفها يمكن في الافلام القديمه كده، الاب يبقى قاعد وهم واقفين لحد ما يقول لهم اقعدوا. المدرس زمان شفت الاحترام كان بجد عامل ازاي للمدرسين. الكبير يا جماعه ليه بجد قيمه وكان يحترم بكل المقاييس. دلوقتي مفيش كده خالص. للاسف. وبرده يعني الامهات والاباء دلوقتي بيلجأوا، كل اللي بيفكر ان انا ابني عايزه يطلع احسن مدرسه ادخله اوديه مش عارفه فين بقى حته التاسيس الاول اللي هو في البيت. الدين فين؟
فين بجد دلوقتي بيدخلوا امريكا يدخلوا مش عارفين يقولوا بجد سوره الفاتحه. تخيل ده غير مش عارفين كده كمان. لا هم مش عارفين يكتبوا عربي لغه القران بجد. ما احنا يعني كده يعني هي هو حتى مش عارف يكتب عربي كويس مش عارف يعني غير كده. يعني عايزه اقول اللي هو ايه ان احنا لا تفريط ولا ان احنا في نفس الوقت يعني برضو نتحكم بزياده. انا عايزه اقول ان في كذا حاجه على الام والاب ان انا ما اهملش ولادي واهمل شؤونهم ويبقى الاكل والشرب والطلبات اللي هم عايزينها والمدرسه وفقط. لا العوامل النفسيه دي مهمه جدا. مظبوط. ان انا ما ادلعش زياده ان انا في نفس الوقت ما اشدش زياده العنف. انا ممكن اعاقب بس اعاقب بان انا اخد موبايل اعاقب بان انا ما انزلوش خروجه اعاقب بكذا بكذا بس ما يبقاش العقاب بالايد كتير. وفي فرق بين كده اوكي اللي هي دي بس كده وفي فرق بين ان انا احس ان انا بهينه. بالزبط. الطفل لو حس ان هو بيتهان بتتكسر شخصيته دي حاجه مش هترجع تاني. اوكي وبرضو الاهل على فكره هينضروا يعني اول ضرر برضو هنقول للاهل. بالزبط. الطفل لو مش متعود ان هو يحترم الكبير اول حاجه هيعلي صوته على مامته وعلى باباه هتلاقي خلاص الشخصيه هو مختلفه بيجيب المشاكل لاهله بعد كده برضو من بره. بالظبط. طب دينا تطلعينا الفاصل. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل موضوع حلقتنا اللي محتاج كلام كتير مع دكتورة أمل محسن.